يقول لك انا مجوج بها. أه. هذا السيده هو الدري تيقول لك انا والد معها ولد. هذا ولدي. أه. هو تيقول لك انا مجوج بهذه السيده. وهما هو من مشاو تبعوه هي ملي مشات ديكلارات قالت لي من لا خاطف لي الطوموبيل وخاطف لي الدري. هما هي ما خاطف لها حتى حاجه، هي الطوموبيل واخذها بخاطرها. كل شيء والدار اللي ساكنين فيها دابا هما الجيران كلهم شاهدين. عندنا برشيد كامل شاهد بان السيده كتظل هي وياه في برشيد، كل الناس شاهدين تيظلوا يتقدموا من عند خداره ومن عند قزاره ومن عند كل شيء من المحلات كلهم تيعرفوا بان راه مجوج بها. كل شيء تيقول لك هذيك السيده راه جوجته، اي واحد تسوليه يقول لك هذيك السيده راه مجوج بها. الوليد اللي تيقول بالطوموبيل هو تيقول لك هذاك الدري ولدي. هو بالشهاده ديالو تيقول لك ولد. والناس كاينين، الناس كاينين في الموبل بان داير ليه اسبوع ملي تزاد داير ليه اسبوع ومجوج به. وهي مر هي تيقولوا باقا براجلها والله اعلم هو كاذب عليه. مريها طلاق فيت عندها هي طلاق سابق فيت عدى مريها لي قالت لي انا رانا مطلقه ما عنديش الراجل. هذا الشيء اللي كاين هو ما قاريش. انا الصباح عيط لي، انا الصباح عيط لي يا سيد ولد عمي، عيط لي عيط لي القبطان، عيط لي قال لي واحد من سلطانه كذا كذا كذا. وانا كنطالب حق ولدي، ما يمكنش نضيع انا في ولدي. راه ولدي راه عنده 32 عام، راه عنده وليدات، عنده امراه اخرى، عنده وليدات وعنده راه عنده راه عنده طاكسي راه ناقابي معنا في العائله، راه ناقابي راه مع حنه ومع كل شيء، راه مع عائله شاده في الدار مهنيني، راه مهنيني من الوالده ومرته وولاده وكل شيء راه مقابلهم. ومو راه طاكسيات، راه طاكسيات، راه ماشي شفار، راه ماشي هاد الشيء، راه طاكسياتهم.